مرة. في ذلك اليوم اجتمعت منطقة العلم بعشائرها جميعا واتخذت قرار أنها تقاتل الإرهاب إذا ما أراد أن يتجرأ ويستهدف مناطقنا. عندما حصلت سقطة الموصل يوم 10 وبعدها تكريت يوم 11 على 12 اتخذنا قرار، واتخذ القرار هو شقيق الشيخ خميس جبارة رئيس مجلس شيوخ صلاح الدين، وقاتلنا وبقت العلم صامدة لمدة 3 أسابيع، ولكن للأسف الحكومة العراقية في ذلك الوقت لم تسعفنا بالإمدادات وإمكانياتنا البسيطة وكانت منطقتنا مطوقة. هذا أهلنا إلى أن تكون لدينا قصص أخرى، قصص إنسانية استطاعت منطقتنا أن تنقذ المئات من الجنود الذين كانوا في قاعدة سبايكر الجوية، وهؤلاء من الذين هربوا اللي ما أسعفهم الحظ اللي راحوا ضحية الحادث الإجرامي لداعش الإرهابي. طبعا من القصص يعني الإعلام روج وأخذ قصة السيدة أم قصي فقط، ولكن هناك عشرات القصص ربما هي أكبر من قصة أم قصي. مثلا على سبيل المثال قصة الرجل الذي جاء بالجنود، الرجل الذي جاء بالجنود إلى أم قصي من منطقة الحجاج واسمه حمد، هذا الشاب يدرس في كلية القانون جامعة تكريت، فقد حياته يعني غرق في النهر من أجل أن يعبر الجنود. والده ما راح انتشر جثة ابنه، وإنما عبر الجنود الباقين بالبلم وعبرهم إلى غرفة الأمان اللي هي بالعلم، واستطاعوا الوصول إلى منزل السيدة أم قصي، ولكن الإعلام ما روج لحمد، والدولة ما أرسلت على والد حمد واستفسرت منه وكرمته وواسته على جرح بابنه اللي فقد حياته. وهناك الكثير من القصص، احنا عندنا شهداء أنطوا يعني ومختطفين أعطوا أنفسهم ضحية أو يعني راحت أنفسهم وأعطوا أرواحهم من أجل إنقاذ المئات من أبنائنا من اللي كانوا من الجنود ومن الناس اللي كانوا موجودين في الضفة الأخرى. وهناك طبعا ما كنا نقدر أن نساعد أو ننقذ هذا الكم الهائل لولا مساعدة الأهالي في تكريت والبوعجيل ومنطقة المحزم ومنطقة الحمرة وهذه المناطق المقابلة لنا في الضفة الغربية لنهر دجلة، لأنه كان هناك تكاتف بين الأهالي لإنقاذ هؤلاء. وإذا سمح وقت البرنامج لاحقا سأذكر عدد من القصص البطولية لعدد من الأخوة والشهداء، قسم منهم شهداء وقسم منهم موجودين، لأنه هاي أمانة تاريخية يجب أن تذكر. الإعلام سلط الضوء على قصة قصي فقط، ولكن هناك مئات القصص البطولية التي أنقذت ما يقارب أكثر من 2000 شخص لحد الآن.